عليك يا اخويا سلطان، هو ده اللون اللي انت بتسأل عليه، اللون الاسود الخطير، هو اكتر لون احنا بنبيعه فعليا. 6.2 10 غيار 420 حصان مرفوع 2 انش. هاي السيارة طبعا انت شايفها بدون شاهين، بدون اي تعديل من اي نوع. ستات الاوتوماتيك، شاحن لسلك للتليفون، الاس او اس والاون ستار لان السيارة هي موديل 21 طبعا. كيف حالك يا حبيب؟ عامل ايه؟ تمام؟ هاي سيارتك يا معلم، شغالين عليها ما شاء الله. حطينا لك الشعار المضيء، الشاهين، الدعمية طبعا، دواسة متحركة، نشوف ورا حاطه ايه، الجناح، تمام لسه شغالين على الباقي ان شاء الله. بس تخلص أكلمك للترتيب بقى إن شاء الله، التصفيحة هاي بتاعتك. يلا يا ريس، مبروك عليك إن شاء الله. السلام عليكم يا أخويا حمد، كيف حالك يا حبيبي؟ تمام؟ هاي سيارتك، خلصت كل شيء تقريبا، سيارة الدواسة، السيرة، الجناح، الدوس. رش الحوض، محطة حط غطا محرك كمان وحاجات. هاي شكلها، تمام. هنشوف ايه اللي باقي وانا معاك خطوة بخطوة. يلا على البركة يا حبيبي. السلام عليكم يا حمد يا حبيب، كيف حالك؟ تمام؟ سيارتك هي جاهزة ما شاء الله، آخر حلاوة. حطينا لها البترول كمان، في انتظارك يا معلم. السلام عليكم يا حاج ناصر، كيف حالك؟ تمام؟ معاك مهند. هذه سيارة زي سيارتك بالظبط، اللون اللي اسمه ساتن ستيل، الرمادي المعدني، تريل باص 6.2، ده شكلها طبعا، على الشبك الأسود والشعار الأسود، زد 71، وكات حمر، ونجات سود، تواير حجرية، ده اللون مرة ثانية أهو عشان تبقى قريب بالنسبة لك. هي دي مش سيارتك طبعا، دي سيارة حد تاني، بس كويس إن اليوم هي موجودة قدامنا عشان أعرف أصورها. شوفها من ورا، ما شاء الله، وحش الوحوش، وحش الوحوش. نشوف من الداخل، تخشيب، سماعات البوز، شاشة، كاميرا، شحن لاسلكي للتليفون. السكان مع الشعار الاسود على السكان، تمام. مقاطعني على المرايات، ال دي على المرايات، ده شكلها مره ثانيه. وعلى البركه عليك يا حاج ناصر. مبروك عليك.